السلام، كنتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا لا فيديو اللي غنهضروا فيه ان شاء الله على الحظوظ اللي كاينه هذا العام بالنسبه للناس اللي عندهم باسابل في الباك بلس 2 ديالهم، يعني سواء في الدوك ولا الدوس ولا الدوج ولا اون جينيرال، يعني باك بلس 2 اون جينيرال عندك باسابل. شنو ممكن انك دير بيه وشنو هما الحظوظ ديالك اللي باش تقبل، يعني شنو هما الحظوظ ديالك باش تقبل في الكونكور ديال الفارماسي ان شاء الله. نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تشتركوا في القناه وتخليوا لنا جيم، وشكرا لكم بزاف. والى كانوا عندكم اي تساؤلات او اي حاجه بغيتوا تعرفوها كيف ما كانت، يكفي فقط انها تكون عندها علاقه بالقرايه، خليوها لي في لي كومونتير وغنجاوب عليها ان شاء الله. غادي نخلي لكم الليان ديال الجروب ديالنا، ديال الباج انستغرام ديالنا، ديال جميع ديك الحوايج اللي ممكن انكم تحتاجوها ان شاء الله. ففي الجروب كنبارطاجو معكم بزاف ديال لي زانفو، فمرحبا بكم جروب فيسبوك بطبيعة الحال. غنخلي لكم كاع داكشي اللي غادي تحتاجوه كيف ما قلت لكم في الديسكريبسيون في البروميير كومونتير ان شاء الله. دونك اول حاجه نهضروا على الشروط اللي كاينه اولا اللي كانت. الشروط اللي كانت هي انه خاص يكون عندك الباك على الاقل ما يكونش فيه 5 سنين مثلا، يعني احنا دابا في 2022 خاص الباك تاعي يكون على الاقل في 2017، يعني 2017 مقبول، 2018 مقبول، 2019 مقبول، وانسي دو سويت 2016 2015 فما مقبولش، ونتمنوا انه هاد القضيه ما تبقاش. هادي بالنسبه للشرط الاول. بالنسبه للشرط الثاني خاص يكون عندك الدبلوم ديالك بمونسيون، او على الاقل واحد سيمستر ولا جوج اللي بمونسيون، يعني مونسيون ملي كنقول مونسيون يعني 12 ابتداء من 12. ولكن هذا العام فرصه كبيره على انه يكون عام سبيسيال. علاش؟ لانه كاين الاحتمال ديال كليه الطب والصيدله اللي كاينه فاس انها تحل لاكتيل 3 اني في الفارماسي، ولا تحل لاكتيف 3 اني في الفارماسي فراه سيغ يكون طايح، والا تحل لاكتيف 3 اني في الفارماسي اللي كاينه فاس فسيو يوصل حتى ل 10. الا تحل الكونكور ديال فاس فسيو انا متاكد 100% على ان السيو يكون 10 ونص يعني. فإذا كان عندك دوك بعشرة ونص 11 فغير دفع. بالنسبة للناس اللي عندهم أكثر من 11 ونص فانتوما غير دفعوا 100% مقبولين. بالنسبة للناس اللي عندهم من 11 ونص وقل غير دفعوا ما خاسين والو، حتاج داير الكونكور كدفع ليه فابور، ما كحتاج حتى شي حاجة، يعني ما كاينش شي حاجة اللي بالخلاص ولا بهذا، فدفع ما خاسر والو. تقبلتي داكشي اللي بغينا، ما تقبلتيش ماشي مشكل، كانت تجربة ودازت. وبلاو توجدوا من دابا الكونكور، لأنه كيكون الوقت ضيق ما بين الاعلان عن المباراه ونهار الكونكور، فكيف ما قلت لكم بداو توجدوا من دابا باش يلاه يقدكم الوقت. تقبلتي ودوزتي البري سيليكسيون ومشيتي دوز الكونكور، هذيك البريباراسيون اللي بريباريتيها راه مزيان. الا ما تقبلتيش في هذيك البريباراسيون اللي بريباريتيها غتعاونك في ليسونس ديالك، غتعاونك في دي كونكور اخرين بحال اي 3 اس، بحال دي كونكور ديال لافستي، اولا بحال دي كونكور ديال ليسونس بروفيسيونيل، ولا بحال دي كونكورات اخرين ديال لا سي ان اس اس. وهذا دونك هذيك البريباراسيون ما غاتمشيش هكاك، ما غاديش تطيح وغادي تفيدك بزاف. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى انه يكون فاتكم وتكونوا فرحتوا ان شاء الله. نتمنى انكم ايضا انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ونوصلوا هذا الفيديو ان شاء الله ل 1000 لايك. الله يوفقكم والله ييسر لكم، وكنتمنى لكم الخير. ولا كان عندكم اي سؤال او اي حاجه اخرى بغيتوا تعرفوها فغادي نكون موجود باش نجاوب على جميع التساؤلات ديالكم.